رسالة المسرح المتنقل بتتمثل في أهداف كتيرة، منها مثلا وصول الخدمة الثقافية للمناطق الأكثر احتياجا في القرى ونجوع مصر كلها. بيطوف المسرح المتنقل بشكل جميل وبيقدم خدمة ثقافية وفنية وبيحسس المواطن بالأهمية واهتمام الدولة بيه واهتمام وزارة الثقافة بيه، وده طبعا بينمي عنده الشعور بالانتماء. المسرح ممكن يتقدم عليه فنون كتيرة جدا، مثلا ممكن الموسيقى العربية، احياء للتراث الشعبي، تراث المصري الشعبي، الفرق الفنون الشعبية طبعا معنية جدا بنقدمها في المسرح المتنقل، عندنا ممكن سكتشات تمثيلية. نتمنى مزيد من المسارح المتنقلة للمشاركة مع الجمهور، فرحتهم واحتفالاتهم ووجودهم معانا، ودي حاجة جميلة ودايما هتكون شيء إيجابي في وسط المجتمع. يعني الناس كلها تتمنى النهاردة تلاقي أي حاجة موجودة زي ديت، هتنزل من البيت تاخد ولادها الحاجات اللي هي يعني هتساعد شوية على تخطي بعض الأمور اللي احنا عايشينها الفترة ديت. I'm gonna be.